بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي مشاهدي قناه ظرف العز، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا اليوم ان شاء الله سوف نواصل عمليه تطعيم او تلقيم العنب. اذا سوف نقوم بعمليه التطعيم بطريقه تقليديه على حسب كما تشاهدون. هذا الحقل هو حقل كروم ارضي. سوف ان شاء الله نقوم بتقليم هذه التعريشه او هذه الكرمه بطريقه تقليديه. نبدا على بركه الله، او نقوم بعمليه الحفر. وهذا العنب بطبيعة الحال عنب كما يطلق عليه العنب الأمريكي. إذا هذا هو أصل أشجار العنب. نقوم بزراعة هذه أو نقوم بزراعته، ثم نقوم بتقليمه على حسب النوع الذي نريده. إذا على بركة الله نقوم بتلقيم أو تطعيم أو تركيب العنب. إذا هذه إذا هكذا نقوم بعملية التنظيف جيدا. إذا نقوم بالقص هنا هكذا. إذا هذه هي الطريقة، أو أحسن هنا هكذا. هذه الكيفية. هكذا نجهز القلم بهذه الطريقة. نقوم بعملية الشق هكذا. إذا ندخل القلم هكذا في الشق، هكذا يجب أن يكون لوحة مع اللوحة. إذا وهذه الطريقة التقليدية المستعملة بمنطقة ظهرة، والتي لا تزال أو لا يزال الفلاحون هذه المنطقة يستعملونها إلى يومنا هذا. إذا نقوم هنا بعملية الربط. إذا هكذا إذن بهذه الطريقة هكذا. إذن الآن لا يقومون بوضع شريط بلاستيكي أو وضع السيليكون، إذن يتركون التعريشة كما هي. يقومون بهذه الطريقة، يجمعون التراب هكذا من حولها بهذه الطريقة. وحتى هذه الطريقة ناجحة. هذه الكيفية، الضغط جيداً
هكذا. ثم إذن ثم يضعون قصبة بهذه الخلفية، يضعون قصبة هكذا إذن، ويقومون بجمع التراب حول الثرمة بهذه الخلفية، لا يضعون شريط بلاستيكي أو شريط ورقي، لا يضعون شيء، يقومون بهذه الخلفية. إذن تقريبا كل هذا الحقل قمنا بتطعيمه بهذه الطريقة هكذا. إذن نضع هذه القصبة حتى نضع هذه القصبة حتى نعرف أن هذه الكرمة قمنا بتطعيمها. إذا وضعنا هذه القصبة حتى نعرف أن هذه الكرمة مطعمة. لماذا وضعنا هذه القصبة؟ إذا قلنا وضعنا هذه القصبة حتى نعرف أن الكرمة مطعمة، كذلك عندما نقوم بالخدمة حول الأشجار أثناء الخدمة نبتعد عن الطعم، لا نقوم بالخدمة هنا، نقوم بخدمة الأرض بعيدا عن الطعم. إذن وننتظر، ونحن قلنا أن المنطقة هذه باردة، فنحن اليوم بتاريخ 23 مارس 2022، إذن فالطعم لا يخرج إلا غاية بداية ماي إن شاء الله أو نهاية أفريل، لأن المنطقة باردة والطعم يتأخر في الظهور إن شاء الله. إذن وبهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، أشكركم على المتابعة، ورجاء من المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس والضغط على اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.